فداك الروح حين تنادي. كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر الأوغاد. إن الجراح اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتمت على لأجل بلادي. قد سار فرسان النضال حكاية يحكي بها الآباء للأولاد. فرسان النضال. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارسنا في هذه الحلقة دون بدماء جرحه الكثير من التضحيات والبطولات والصمود الأسطوري. ستدرس قصته للأجيال القادمة. فما الذي قاله محمود في سفر هذه التضحيات؟ تابعونا. فرسان النضال. السلام عليكم. محمود جعدل نموذج لفارس من فرسان جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أرحب بك أخي محمود، وأنت واحد من الأبطال والتي خض المعارك الأولى من أيام حروب صعدة امتدادا إلى هذه المرحلة. محمود، لو تحدثنا معك، من هو محمود؟ ما هي سيرتك الذاتية؟ محمد أحمد سعد جعدل، محافظة حجة، جيرتك وحنان شرف، متزوج ولي 5 أولاد، وكنت أعمل كنت جار في البلاد، ورجعت التحقت بالجيش في 2006، تعسكرت في الحرس الجمهوري. احنا من الدفعة 17 في الحديدة، ومن بعدها شاركنا في عدة تدريبات عسكرية. أخذت دفاعية وأخذت مدفعية، دورة مدفعية. من بعدها ما أخذت دورة مدفعية ظليت بها، وشاركنا في جبهة في حرب في ميدي في 2010، في الحرب السادسة. أي في الحروب السادسة. ومن بعد الحروب السادسة جلسنا في ضمونا من حرب في 2011 و2012 في الحديدة، ومن بعدها سرنا أبين، تحاصرنا في أبين مع القاعدة في 25 ميكا. من بعد ما تحاصرت في أبين جلسنا حوالي شهرين محاصرين. أخي محمود، طبعا سيتعرف المشاهد الكريم على بطولتك وعلى مسيرتك العسكرية المنحازة للوطن. محمود الذي حاصرته القاعدة وقاتل القاعدة في محافظة أبين، وعندما اندلعت ميليشيات الحوثي بالحرب ضد الشعب اليمني واجه أيضا إرهاب الحوثيين بنفس القوة والحماس الذي قاتل به إرهاب القاعدة. قصة محمود في الفقرة التالية. فرسان النضال. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ومع الرائد البطل محمود جعدل. محمود، لو تحدثنا عن البدايات، ما الذي دفعك إلى أن تبدأ وتشارك في القتال ضد الميليشيات الحوثي، خاصة أنك كنت ضمن الحرس الجمهوري؟ كيف كان شعورك عندما رأيت الحرس الجمهوري يعني الكثير من وقد تم الانحراف به ليكون ضمن مشروع ميليشيات؟ سيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي العزيز، الذي دفع بي عن حرب ضد الإنقلابيين لأنهم قاموا بالإنقلاب وقاموا بأخذ المؤسسات العسكرية وهدم المساجد وهدم دار تحفيظ القرآن الكريم واعتقال بعض الناس الشرفاء وتدمير الوطن من كل الجهات، لأنه إنقلابية غير دينية وغير شرعية. فجروا المنازل، نهبوا المنازل، نهبوا المؤسسات العسكرية، نهبوا البنوك، نهبوا الشعب اليمني كامل، قتلوا الأحرار، حبسوا الأبطال، هانوا كم من شنب. كيف كان شعورك وأنت كنت ضمن الحرس الجمهوري ورأيت الحرس وكثير من ضباطه وجنوده، طبعا ليس الجميع، البعض، وقد تحولوا إلى مشروع ميليشيات يقاتلونها في تحت أوامرها؟ والله كان في الحرس الجمهوري ناس شرفاء، لأنهم لا رضيوا قاتلوا لا مع عفاش ولا مع الحوثي، فمن منهم روح بلاده، ومن منهم جلس مع عفاش، ومن منهم ضم مع الشرعية. فاحنا ضمينا مع الشرعية على أساس أن احنا تبع شرعية، تبع جيش وطني، لا نتدخل في أحزاب سياسية ولا طائفية ولا مذهبية ولا عوائل ولا عوائل ولا تبع أسر ولا تبع أشخاص معينين. احنا تبع دولة كبناء سلك عسكري،
السلك العسكري لا يتدخل في بناء أسر أو فئات أو أشخاص معينة. وإحنا دفعنا بنا لأن إحنا شفنا الظلم، لأن يتولى عليك الطفل جاهل ما يبتلغش عن 12 سنة ويصل ينفخ علينا، وإحنا أخذنا دورات عسكرية وجاء دارم بالعسكرة، فرفضنا ودفعنا برواحنا وأنفسنا إلى الجبهات ضد هذا الإنقلابين وهذا الميليشيات، لأنهم قاموا علينا بالدمار وضرب في البلاد وضرب في والخراب وتنفيذ أجندة أجنبية وإيرانية وتنفيذ إيرانية، والذي هي دفعت بها إيران علينا لتدمير وطننا وتدمير مكتسبات وطننا. ما هي أولى المعارك التي خطها ضد ميليشيات الحوثي والإنقلابية؟ وإلا المعارك خطها في الملاحيط في الحروب السادسة، وكنت مع قائد الكتيبة اللواء 105 منصور ثوابة، وكنت في معنا الأخ ثابت علي جواس قائد اللواء 25 ميكا سابقا في عبس، فحاربنا في الملاحيط وجرحت في الملاحيط شظايا بسيطة. هذه أولى جراحة؟ هذا أولى جراحة، شظايا بسيطة في الفخ، وتم إسعافي إلى أحد المستشفيات في عبس، تعالجت جلست فترة فرجعت طوالي إلى عبس إلى الجبهة، من عبس إلى الجبهة قد مرت عليه شهر. ومن بعدها في 2012 انتقلنا من عبس إلى 25 ميكا في أبين، ف 25 ميكا في أبين جلسنا حوالي أخذ شهر، فمن بعدها هجمت علينا القاعدة وحاصرونا، فجلسنا بعض شهر ونص نحن محاصرين من القاعدة، حتى إن كان أخلنا يجيب من الجو، وكان ناكل حاجات يعني ما تدخلش في الخيال من كثر الصبر حقنا ومن كثر صبرنا مع الدولة. نفدت المؤن الغذائية يعني كامل، وتحاصرنا علينا من كل الجهات، لا ما لا أكل لا شرب ولا حية، جلسنا حوالي 16 يوم. والقاعدة تطوق المعسكر؟ والقاعدة مطوقة علينا في زنجبار في أبين. إذن في 2012 كانت يعني الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح وعلي عبد الله صالح الرئيس السابق، كان ما زال الحرس الجمهوري تحت إدارته، يعني لم يسعفكم في تلك اللحظات بإمدادات بما إلى ذلك، أم كنتم تشعرون بخيانة وضعتم من الخلف؟ كنا نشعر بخيانة من الخلف، ولكن كان معنا القائد اللواء حفظه الله وفك الله أسره اللواء محمود الصبيحي، كما أنه مأسور الآن عند الإنقلابيين، فقام علينا بالدعم وقام علينا بجمع القبائل، حتى أنهم طوقوا على القاعدة وفكوا علينا الحصار من القاعدة من اللواء محمود الصبيحي حفظه الله وفك الله أسره آمين وفك وكل الأحرار. فرجعت قام بالتواصل مع قائد اللواء محمد علي الصوملي، محمد علي الصوملي قام بالتعزيز، فسحبونا من زنجبار، عادتنا سكنا إلى ما تبقى لنا من عدن، فتسحبنا إلى من زنجبار أبين، خرجنا طوالي إلى عدن، فإحنا مننا الضباط ومننا أفراد قلنا خلاص بننضم مع 25 ميكا إلى عبس، فانسحبنا ثابت جواس حفظه الله ورعاه إلى عبس، فسافرنا معه في عبس، فمن بعدها اتجهنا من عبس طوالي إلى صنعاء، فمن بعد ما دخلت الحوثيين في 2013 إلى عمران، فإحنا شاركنا بأوامر من في أوامر من قائد اللواء ثابت جواس بمواجهة ميليشيات الحوثي، بمواجهة ميليشيات الحوثي في عمران. في هذه النقطة يعني أنت واجهت ميليشيتين إرهابيتين، نعم. ميليشية القاعدة وميليشيات الحوثي، هل وجدت فرق بين قتال الميليشيات الإرهابية هذه؟ نعم، الحوثي القاعدة استخدم الذبح، الحوثيين نفس الطريقة، طريقتهم نفس الطريقة، لا دين لهم، فإنما الأضاف يزرعون الغام وهضاف يذبحون الناس ذبح، وكلاهما ذبح في الأخير، وكلاهما ذبح في الأخير جماعة سواسية، فإن لهم لا دين لهم، فإنهم دينهم واحد شيعي ماسوني إيراني، عمل إرهابي إجرام، عمل إرهابي إجرام، يعني ليس لهم إنهم يدخلون في وطن أو إنهم يبنوا وطن أو إنهم يبنوا مستقبل جيش أو إنهم يأسسوا جيش للوطن، إنما هم يخربون الجيش، يخربون الأوطان، يزعزعون الاستقرار المجتمعات. بعد قتالكم وتصديكم للقاعدة في أبين انتقلتم لمواجهة ميليشية أخرى هي ميليشيات الحوثي، ما هي المعارك الأولى التي خضتم إياها ضد ميليشيات الحوثي؟ المعارك خضناها في الملاحيط في الحروب السادسة. لا بعد ذلك. بعد ذلك خضنا المعارك الحاسمة. بعد الانقلاب أو أثناء الانقلاب. بعد الانقلاب يعني قبل وقت الانقلاب في عمران. انطلقنا إلى عمران فقاتلنا في جبل ضيم. كنت أنا في جبل ضيم وكنت في جبل الخزان فوق مصنع السمنت. فمن بعدها انسحفنا من جبل الخزان إلى جبل ضيم. وقاتلنا حتى أنه سقطت عمران، وجاءت خيانة من داخل عمران من الأمن المركزي من بعض الأشخاص الضباط.
يعني الذين غدروا بكم في أبين في قتالكم مع القاعدة، غدروا بكم أيضا في قتالكم ضد الحوثيين في نفس الوقت، في ضد الحوثيين في عمران، وغدروا بنا، وحتى أن احنا قمنا بالانسحابات، وكان يقولون قيادة انسحبوا وإحنا لن نرضى ننسحب، حتى أن جرح زميلي واحد من الأفراد الذي كان معي، فكان شقيق لي صديق وكان عزيز، فحملته فكت فيه وانطلق به، حتى وصلت نهاية الزفلت، فسعفنا أحد السيارات إلى مستشفى، أقرب مستشفى، المستشفى المصري وأفشا في صنعاء، ومن بعدها جلست في صنعاء فما رضيت، فما جلست إلا 3 أيام، لو يقولوا لي العاصمة، يقولوا لي عمران يد الإنقلابيين كامل. ومن بعدها المعركة اللي بعدها اللي تلت ذلك، بعد عمران تحول طوالي صنعاء، بعد ما خرجت من المستشفى انطلقت إلى أرحب، فشاركنا مع بعض من الشيخ منصور الحانك حفظه الله، شاركنا مع بعض الأشخاص، كنا يعني نشارك بغيث ان احنا ما كناش نسجل، ان احنا بعد ما شفنا الانقلاب وشفنا الخيانات ودخلوا صنعاء، فان احنا شاركنا في جبهات بغير ان احنا نضم ان احنا في سلك عسكري او ان احنا عسكري، فنقول ان احنا يعني متطوعين لله. فالغينا الرتب والغينا العسكري كامل، وقاتلتم الحوثيين في ارحب، قاتلنا الحوثيين في ارحب، فحتى يعني جت مشاكل قوية وانطلقنا من ارحب للبيضاء، واخرة المعارك الذي اخذناها من البيضاء انطلقنا الى مارب، فقاتلنا في المقاومة في مارب، قاتلنا معهم، ومن بعدها انضميت إلى صقر واحد. إلين؟ إلى صقر واحد في مارب هنا أول ما خرجت الصقور. طبعاً أخي محمود، تفاصيل المعارك التي خضتها في مارب وانتسابك للجيش الوطني بعد ذلك سنتحدث عنه بالتفصيل، لكن أعزائي المشاهدين بعد هذه الفقرة. سار فرسان النضال حكاية يحكي بها الأب للأولاد، فرسان النضال. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم. محمود، كنت تحدثني عن المعارك التي خضتها وبداية المعارك التي خضتها هنا في محافظة مارب إلى أن أصبت، ما الذي حدث؟ بعد ما أخذنا المعارك في مارب أصبت بشظايا في صقر واحد، كنت في المشجح وهجمنا في المشجح وأصبت بشظايا هاون في كتفي، هل في الجرح الأول هذا؟ أي في الجرح الأول في الكتف، والجرح الثاني في الفخذ في رجلي، فتم إسعافي في المستشفى فتعالجت، ومن بعدها جلست فترة حتى أن احنا هجمنا دحرنا الحوثيين من النخلة ذات الراء إلى المشجح، ومن بعدها جلست فترة أخذ طلبنا المرحوم رحمة الله عليه عبد الرب الشدادي، انطلقنا معه في سرواح فعلنا هزة، فبعدها جت علي أوامر طلق إلى ميدي ليكون إن شاء الله يكون فتحنا في ميدي، كنت معي 70 فرد إن شاء الله، انطلقت أنا والأفراد حقي كامل دخلنا ميدي، الحمد لله رب العالمين خذنا معارك في ميدي ودحرنا العدوان إلى الحوثيين، دحرنا بهم إلى خلف ميدي خلف المدينة بحوالي يعني جنب مزارع نسيم، مزارع نسيم، خلينا مزارع نسيم، هذا أول يوم، أول ما نزل لواء 82 في سنة 2000، فدحرناهم كامل وانطلقنا، فمن بعدها قمت أنا بإخراجي بإسعاف أحد الأفراد كان معي، فخرجت أنا وهو، فجاءت لي أبوه ناسفة من الحوثيين وأنا فوق الجيب، منها يمكن حوالي أبوه نصف كبير وأنا فوق جيب، فجرحت في استشهدوا معي 2 من الأفراد حقي، فتعورت أنا برجلي، فراحت علي المفاصل على 2 الكعوب كامل، هذه وهذه، الحمد لله تم إسعافي إلى مستشفى بيش العام في السعودية، وتعالجت مرت علي 6 أشهر وتحولت إلى السودان، تحولت إلى مصر الحمد لله، وشفيت والآن إن شاء الله بتكون معي رحلة إن شاء الله لألمانيا، ليكون هناك تلقى بعض مزرعات المفاصل. وتفكر بالعودة إلى القتال؟ أكيد. إذا ما استمر الحرب مع الميليشيات؟ أكيد، لأني هذه الأيام بنفسي، هذه الأيام قدام أسبوع وأنا في الجوف أشارك فوق المدفعية، طلبني قائد المنطقة السادسة، قائم بأعمال المنطقة السادسة منصور ثوابه، يعرفك؟ نعم، هو يعرف التجربة السابقة في ميدي. أيوة، كنت أنا معك يعني. كنت أنا معه في حرب في 2009-2010 أنا وياه، فجيت معه هناك للمنطقة السادسة شاركت معهم في المدفعية الجو، فأنا فزعت، وبرضه شاركت معهم في المخدرة فوق المدفعية شوية، ورجعنا هذا مارب، وإن شاء الله بإذن الله سوف نقاتلهم ونطاردهم لكل بيت، إما النصر وإما الشهادة، لا
فاحنا منتظرين لاحدهما. ما هي اهم المواقف التي استوقفتك ان تخط الكثير من المعارك، كثير من المحطات، الكثير من الجبهات؟ ما هي المواقف الكبيره، المواقف لبعض زملائك، لبعض القيادات، المواقف البطوليه لكم؟ ممكن تستذكر نموذج نموذجين لكي يطلع عليها المشاهد الكريم. هجمنا في نخلة، وصلت في نخلة، احنا من ميمنة ومعي افراد تبعي في الميسرة، فاحنا دخلنا من القلب، فتواجهنا احنا والحوثيين من جهتين، هم من خلفنا واحنا من بعدهم، وهم قدهم خلفنا واحنا بعدهم، ومن بعدنا الحوثيين مكانهم اصحابهم، فكان نواجه الذي قبلنا ونواجه الذي بعدنا، وحتى انهم استوعبوا وضاعت عليهم عقولهم وضاعت عليهم عيونهم، فاحنا هجمنا على الذي بعدنا وهجمنا على الذي قبلنا. احنا مننا 8 نفر فقط، قسمتوا يعني انقسمنا، جينا 4 اللي قبلنا و4 اللي بعدنا، فانطلقنا الذي بعدنا منهم خيرات حوالي 13 و14 فرد من الحوثيين، فاسرنا منهم 3 اطفال ما يقارب واحد عمره 12 سنه وواحد 13 سنه، مقيدين بسلاسل. يا الله، يعني اطفال مقيدين بسلاسل، ف الأطفال كانوا يبكوا ويصوحوا، وبزيتهم أنا حظ وطيتهم استحبت ناويهم على بطني زحف حوالي أخذ 20 متر، فواجهنا ألغام، ألغام بشرية وسلوك، فحتى كنت أقطع على ألغام بالخنجر، السلوك الله قطع السلوك بالخنجر. فمن بعدها حسبت الأطفال لما خارج المواقع حقنا، فالحمد لله كسرنا الحوثيين ودحرناهم وأصبنا من أصبناهم ومات منهم من مات كسل، فالأطفال هؤلاء بزيتهم وخرجتهم نازلت، فرجعت فاهم مع الأطفال منين جيتوا؟ واحد ولد يقول لي أنا من الحيمة خطفوني من المدرسة، برضو على أن أبوه رجل وطني وليس هو من أولى وليس هو راضي أن ابنه يروح في هذا الجبهة. فالولد أنا ما صدقت منه بعد ما كلمني بهذا الكلام، قلت خلاص أنا بتواصل بأحد القيادة حق الحيمة ومعروفين، فاصلت معهم، قال لي هذا الولد هو ابن واحد جنبنا ولكن احنا بنتواصل مع ابوه، ابوه رجل وطني، فاخوه الولد نفسه معانا كان هنا في الجبهه. يا الله، فاسرنا شفت الولد وشليت الولد وصلت انا في الفندق وجلست في الفندق، اكلتهم شربتهم عالجتهم، كان القيود في رجليهم قد حنبت من كثر جلسهم جالسين، هذا من الحيمه وواحد من صنعاء ومعاهم سلاحهم، ما معاهم لا سلاح، كلب يشلهم، معاهم قناصه، لن يعرف يتفاهم مع القناصة كيف يفعل بالقناصة، كيف يتفاهم مع القناصة، القناصة هذا لها خبير ولها إنسان يعرف، ما هذا طفل عمره 13 سنة وتربسه قناصة ما يصلح، أو ما يصلح أنك تدخل الجبهة. فتواصلت مع أبو الولد مع القائد القيادي هذا من الحيمة، فدي لي رقم أبو الولد، فالولد أبو الولد جاب لي رقم أخوه، أخوه أنا في المقاومة كان يقاتل مع أبو محمد عبد الغني شعلان، فاتصلت عليه قال لي أنا الآن في الفاو مع ابو محمد، من انت يا اخي؟ قلت انا فلان ابن فلان، اخوك فلان ابن فلان؟ قال لي نعم، فوصل انصدم فبكى على فيحضن اخوه بكى، اخي اخي، ورجعت بالزينه وقلنا خلاص خير اخوك وصل عندك والحمد لله، وما جرى من ذلك فان شاء الله نحن نتحرهم وسوف نحاسبهم على واحد واحد. وبرضه القصه نفس القصه، صاحب صنعاء يعني ابوه مش راضي عليه، بس صاحب صنعاء ابوه جالس في صنعاء انسان طالب الله، الولد هذا فحملنا الولد شلنا الولد هذا صاحب صنعاء ورسلناه لابوه، اما بصاحب الحيمه يجلس عند اخوه لما حد الان جالس سنة، فاخوه الحمد لله قرح عليه لغم فطرت رجله من هنا، ترت رجله. وواحد ثاني من صاحب عمران الذي الثالث ومنهم، فروحناهم واخرجناهم، وهذه عده يعني غزوات تقع علينا وعده مواقف كبيره تضحيه من اجل هذا. أخي محمود، كيف تنظر إلى المستقبل؟ ما الذي تحلم به رغم كل النضال التي خضته شخصياً؟ ما الذي تحلم به في المستقبل إذا ما وضعت الحرب أوزارها وتمكن الشعب اليمني بإذن الله العظيم أن يعني يلحق الهزيمة بهذه الميليشيات؟ أتوقع إن شاء الله بيكون بناء مستقبل جديد وأفضل لليمن، وأتوقع إن شاء الله بإذن الله يكون قيادة حكيمة وسلك عسكري يحكم ذاتيا وياخذ اجراءات القانونيه، يكون جيش باسم الشعب ويكون جيش باسم الوطن وليس باسم اشخاص معينين، وليس باسم، ولا يكون جيش باسم طائفيه او مذهبيه او باسم اشخاص معينين، ليس، فانما يكون الجيش هو وحده فصيله سلك عسكريه، وهذا الذي احلم به، واحلم به على ان تكون دولتنا دوله عزيمه ودوله ترفع السلاح عن بعضها البعض، لان الان صغير كبير ما هم مسلحين، الحوثي هذا قلب ودمر وسلح الصغار والكبار، شل الأولاد من المدارس وروح من
بدل ما يكون يعلم الأطفال الدراسة ويعلمهم قاموا يسرحون للجبهات. وهذا الذي أحلم به أني يمتنع السلاح من اليمن وينتهي الحوثي عن بكرة أبي. الأخير هم فخخوا الوطن كامل والمجتمع بقدراتهم بحروبهم أكيد أن الوطن فخخ كامل بقدارتهم وأنجاستهم، لأنهم ناس هؤلاء ما عندهم ضمير ولا عندهم إحساس بأبناء الناس ولا عندهم تعاون ولا يتعاونوا مع الناس، إنما عندهم تدمير تفجير تخريب. هذا الذي تأسسوا عليه وهذا الذي تعلموا عنه. إصابتك الأخيرة أين كانت؟ إصابتي الأخيرة كانت في المفاصل، هذا لك عارف كامل تارحت، هذا المفصل مثبت بحديد. ما زال لحد الآن؟ ما زال لحد الآن، بأنه بيحتاج زراعة مفصل، قالوا ما بالله ألمانيا ولا تركيا. هذا المفصل اللثة نص منها راكب ونص مش راكب، فتحتاج نفسها زراعة صناعة مفصل. فرحت الحمد لله مصر ورحت السودان ومتابعة جيدة، إن شاء الله بإذن الله بيقولوا معنا رحلة لتركيا ولا نتابع رحلة ألمانيا، أنه قام بالتعاون معنا نائب رئيس الجمهورية حفظه الله. بالتوفيق إن شاء الله، وستشفى بإذن الله العظيم، وسيشفى الوطن من هذا الجرب الذي حل به من ميليشيات الحوثي الانقلابية. طبعا رسالتك جريح باسمك وباسم زملائك الجرحى للقيادة السياسية، ما هي الرسالة التي تود يعني إيصالها للقيادة السياسية؟ توجهي ورسالتي إلى قيادة الخاصة مثلة بفخامة المشير عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورعاه، بأن يكون بدعم للجيش الوطني ويكون معاناتهم للجرحى ويعانوا الجرحى، الجرحى معانين بالألم ويتعاونوا مع الجرحى ويتعاونوا مع الأسرى، الأسرى هم رأس الذي هم مأسورين داخل المختطفين تقصد؟ المختطفين كامل، نعم. لأنهم يعني لا أحد بيدور بعدهم ولا أحد بيقولهم فيهم، ولكن إن شاء الله بتكون رسالة مثل عند رئيس الجمهورية ولا عند رئيس هيئة الأركان الاهتمام بكم والاهتمام بالجرحى والاهتمام بالمختطفين المختطفين كامل. فأنتم والمختطفين والجرحى يعني تيجان على رؤوس الشعب اليمني. أخي محمود أنا أشكرك على تضحياتك وأشكرك على هذه على صمودك، شكرا على واجبك، أشكرك على هذه الروح الوطنية الكبيرة وعلى الجهود التي بذلتها في معارك من البيضاء إلى الجوف إلى مارب إلى حرب إلى نهم إلى 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 وأخيرا إلى الجوف، يعني مسيرة كبيرة لرائد وضابط في الجيش الوطني، صورة مشرقة لك ولكافة أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يقدمون صورا ونماذج ستدرس بإذن الله تعالى للأجيال القادمة عن صمودكم وصبركم في مواجهة ميليشيات انقلابية اختطفت هذه البلاد. شكرا لك أخي محمود، شكرا لكم أعزائي المشاهدين الكرام، إلى أن نلتقي مع فارس آخر من فرسان النضال، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناداهم الوطن الحبيب فأسرعوا قالوا فداك الروح حين تنادي، كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر الأوغاد. يحكي بها الآباء للأولاد فرسان.